عصام ستار، رئيس جمعية الرياضية الأهرام زناتة ومدير المدرسة ديال كرة القدم. كنشكروا السيد طاهر على هذه البادرة، هو اللي رئيس مؤسسة الأعمال الخيرية. البادرة جيدة جدا أننا تلقينا من هذه المؤسسة ما يناهز 100 بدلة رياضية لفائدة الأطفال المنطقة. وكنعاود نشكروا السيد طاهر على هذه البادرة هذه، ونتمناو انها نتمناو ان الله سبحانه وتعالى يجازي على كل ما يقوم به من اعمال الخير، ونتمنى المزيد كذلك لاستمرار العمل الجمعوي و يعني ادخال السعاده والفرح على هاد الاطفال. هناك اطفال يتامى، اطفال ذو عائلات محرومه، يعني ليس هناك امكانيه لاقتناء بدله، والسيد طاهر قد وفر لنا هذا الدواء، ونشكره من جديد. سفيان املان في عين حروده، كنبغي نشكر مؤسسه طاهر للاعمال الاجتماعيه لانهم عطاونا هذه البدله الرياضيه، وشكرا. كنشكر مؤسسة طاهر الأعمال الاجتماعية اللي ساهمت معنا وعطاتنا بدلة رياضية باش تحنا نلعبوا الرياضة، ودارت معنا هذا عمل خيري كمحسنين، ونتمنى ديما يبقاو يتحسنوا. نجيب شاي فاعل جمعوي. من هذا المنبر كنشكر سي طاهر على المبادره الطيبه اللي فرحت الوليدات والتونيات، وكنشكروا وان شاء الله غادي يكون الخير من هنا لقدام، وعندي واحد بينكم يسعدي واحد التعليق عن انتباه ديالي. انا تمنيت من النيبت ولاد المحترفين كاملين اللي هما لعبوا في اوروبا يديروا تهلاو توما في الاطفال، وعاونوا الخيريات، وعاونوا الناس الدراري اللي هما هادو استثمار المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله نديروا بحال اياتوري اللي هو الراتب ديالو كطاقم تقني كيعطي الراتب ديالو الخيريات والاطفال، وكروفا اللي هو كوت ديفوار، وبينيف ستايشكوف وبابيسكو وتشيكا حاجي اللي هما في رومانيا. هاد الناس كامله لعبوا اوروبا وكيعطوا البلاد ديالهم باش استثمروا هاد الدراري الصغار هادو. وكاين عندنا رياضي واحد وكنفتخر به، هو بدر هاري اللي هو كنوب من هذا المنبر من منطقه عين حروده عماله المحمديه. انا كنشكر هذا السيد على المعامله الخير اللي كيدير بهاد الناس، من عطاء التضحيه ومساعده الرابعي اللي توا مسكين على احسن الظروف ديالو، هو باش ان شاء الله يكون في المستقبل ان شاء الله. وكنشكر الاخوان، وكنشكر السيد طاهر على هذا العمل الطيب، ومتغراسياس ليه.